الحقيقة أنه كما بينا مسار التحريف، نعم مسار التحريف بدأ منذ عهد الطاغية أبي بكر، والتحريف حين ذاك كان جله شفهية، يعني إنكار وصية النبي صلى الله عليه وآله مثلا، والتلاعب في أحاديثه، بل والمنع من أحاديثه وحرقها كذلك. فلم يتبقى من المدونات من صحف الأحاديث إلا القليل جدا، وهذا هناك، وكان من عنده شيء من تلك الصحف يخبئه حتى لا تناله أيدي السلطة الراشدة. ثم بدأت حركة التدوين عند الطائفة البكرية متأخرة. هم ينقلون هذه القصة المعروفة أن الطاغي عمر بن عبد العزيز الأموي هو الذي شجع على أن تكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، فتصدى له الفقهاء في بدو الأمر وقالوا إن النبي نهى عن ذلك، فقال إن النبي نهى عن ذلك لأنه كان يخشى اختلاط الحديث بالقرآن، والآن ارتفع هذا المحظور فلا بأس. ومن هنا انطلقت حركة التدوين، انطلقت برعاية من هذا الخبيث عمر بن عبد العزيز الذي يزعمون أنه كان عادلا ولم يكن بالعدل، وقد فضحناه ذات مرة وكشفنا تاريخه الأسود المسكوت عنه، كان مجرما كان قاتلا، هو أساسا الذي شن الحملة الثانية على دار الزهراء البتول صلوات الله عليها وهدمها. عمر الأول أحرق الدار، عمر الثاني وهو حفيد أيضا من جهة الأم هدم الدار، هدم دار الزهراء عليه السلام كما رواه المؤرخ. ومع الأسف أن هذا الرجل مسكوت عنه حتى يعني على منابرنا، مع الأسف، بل بعض حمقى من يصعد على المنابر يترحم عليه. على أية حال، فبرعاية هذا الرجل، برعاية الأموية، بدأت عملية التدوين إلى أن انتهت الأصول هذه، الصحائف هذه، انتهت إلى البخاري وشيوخه، والبخاري متأخر وفي القرن الثالث جاء، فدون كتابه هذا صحيح البخاري، دونه في عهد بن العباس، ولكن من تراث صنعه بنو أمية واستقبله بنو عباس تاليا رغم عن أنوفهم، هم كانوا يعلمون أن هذا تراث بني أمية، لكنهم رأوا أن الأمر يدور بين محذورين، أن نقبل بهذا التراث بهذه الأحاديث، وإلا أن نقبل بالتراث الذي جاء عن طريق أئمة أهل البيت عليهم السلام. وجدوا أن الأول يمكن قبوله والتضحية بذلك، لأن حكم بني أمية قد انقضى، لكن كانوا يخشون العلويين ويخشون التراث الذي جاء من قبله، إذ كانوا يرون العلويين المنافس والخصم السياسي لهم الذي يمكن أن يقلب نظامهم ويستولي على الحكم. ومن هنا بقت أمتهم هم على هذا التراث، على الأرضية التي شكلها بنو أمية. أما عندنا نحن الشيعة فالأمر مختلف. أساسا حركة التدوين عندنا بدأت منذ زمان طويل، سبقناهم في ذلك. بدأها سليم بن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه، وهو من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، على سبيل المثال سبقناهم بنحو قرنين في الكتابة وتقييد العلم بالكتابة. ثم كان أئمتنا عليهم السلام يأمرون أصحابهم الأبرار بأن يكتبوا هذا التراث والأحاديث الصحيحة، إلى أن تكون لدينا في عهد الإمام الصادق عليه السلام 400 كتاب تسمى الأصول 400. هذه الأصول هي عبارة عن 400 كتاب
كل منها كان لأحد من أصحاب الأئمة عليهم السلام ويحوي بين دفتين أحاديث. لكن وأسف بسبب حملات الجور والقمع والاضطهاد لم يصلنا من هذه الأربعمائة أصل إلا 16 تسمى الآن الأصول 16، والباقي مقتطفات من تلك الأصول بثت في الجوامع الحديثية كالكافي ومن لا يحضر الفقير والتهذيب والاستبصار وإلى آخرها من الكتب. فعلينا أن نستوعب هذا المسار التاريخي جيدا، وما زالت عملية التحريف مستمرة كما بينا عند أهل الخلاف، والغاية منها أمر واضح، المحافظة على هذا الدين الحكومي الذي صنعت في السقيفة وبنو أمية وبنو العباس، كل منهم جاء وعدل شيئا فيه إلى أن استقر الوضع على الوضع الحالي، بل إن الحكومات المتأخرة هذه أيضا عدلت في هذا الدين شيئا ما. ولكم فقط أن آخر نموذج آخر مثال حكومة حسني مبارك الذي كنتم ترونه اليوم في القفص بعدما تنبهنا بذلك قبل سنتين تقريبا. هذا الرجل كانت له هيمنة على الأزهر، على شيوخ الأزهر، فكانوا يفتون طبقا لما يرتئيه، فعدلوا وغيروا في الدين كما يشاءوا. وحرص الطنطاوي وقال يسقط عن المرأة المسلمة في فرنسا وجوب الحجاب مثلا، فتوى شرعية، لأن حسني مبارك اتفق مع ساركوزي هذا الآن رئيس فرنسا حينما كان وزير خارجية على أنه يمرر الأمر عن طريق الإمام الأكبر شيخ الأزهر على زعمه. فطبيعة الدين البكري كما بينا سابقا دين طيب مرن، يعني يتشكل على حسب أهواء الحاكم الحكومات، يمكن أن يتشكل ويغير فيه ويبدل ويعدل وإلى آخره. أما التشيع أي الإسلام الحق حجر الصلب لا يستطيع أحد أن يتلاعب به، ولذلك تقع دائما صدامات بين فقهاء التشيع وبين الحكومات، حتى تلك الحكومات التي تدعي التشيع كحكومة إيران الآن مثلا، لأن حتى حكومة إيران تريد أن تعدل شيئا ما في التشيع وتبدل وتغير وتبتدع وتحدث ما تشاء وتضيف ما تشاء، ولذلك يتصدى لها الفقهاء والدول الأتقياء المؤتمنين على هذا الدين، فتقع الصدامات ويوضع الفقهاء تحت الإقامة الجبرية، وأنتم تعلمون هذه الأمور والصراعات الموجودة هناك. هذا هو مجمل الكلام في هذا